سمح من رحيم اللغة الفرنسية نستأنف الفقرة مع ديالي ريكومبخوندر والذي كنا قد بدأناه منذ فترة نستأنف مع بوركوا لان أبلونغ زوغاي لماذا الحمار عنده أذنان طويلتان لونغ يعني طويلة كما نتكلم هنا عن مجموعة أذن إذا كما نتكلم عن مجموع أذن طويلة ولكن في الحقيقة نحن نتكلم فقط عن أذنان إذا بوركوا لان أبلونغ زوغاي طبعا الحال أوغاي يعني أذن نضيف لها اس إذا نتكلم عن مجموعة أذن كون نوي يغاسومبلي عندما نوح يغاسومبلي يعني أنه جماعة طبعا الحال غير غاسومبلي هي جماعة كون نوي طبعا الحال نوي سيدنا نوح عليه السلام إذا كون نوي عندما نوح يغاسومبلي جماعة لي زانيمو دورون لارش جمع الحيوانات أمام السفينة طبعا الحال عندما نقول لارش الدموي المقصود بها سفينة نوح أو أنه يكفي فقط كلمة لارش لما تدل على سفينة نوح إذا كلمة لارش وحدها كافية للدلالة على سفينة نوح ولكن أحيانا نضيف فنقول مثلا لارش دموي للتوضيح إذا السودي إذا عندما نوح جمع الحيوانات أمام السفينة السودي إندي يعني أنه قال السودي يعني أنه قال في نفسه أو قال لنفسه كما نقول المقصود أنه قال في نفسه توتسبات ماذا قال؟ توتسبات قال كل هذه الحيوانات طبعا الحال عندما نقول لبات طبعا الحال المقصود بالحيوانات وممكن تدخل فيها الحشرات إذن توتسبات كل هذه الحيوانات vont sûrement se disputer أكيد سيتصارعون sûrement يعني بشكل أكيد vont se disputer يعني أنهم سيتصارعون se disputer يعني تصارع tous ces bêtes vont se disputer يعني كل هاد الحيوانات سيتصارعون tous ces animaux tous ces bêtes vont sûrement se disputer et se mordre les oreilles et se mordre وأن يعضوا أنفسهم طبعا الحال مغرغ يعني أنك تعض شيئا هنا عندنا نظر صمار تعاضد كما نقول يعض نفسه أو مجموعة تعض نفسها إذا نتكلم عن نظر صمار إذا الأفعال التي تكون عند السه عموما في اللغة الفرنسية كما قلنا يعني أن الفعل يكون متبادل سواء من الفاعل إلى نفسه أو بين مجموعة إلى نفسها يعني أن هذا الفعل صادر من مجموعة وإلى نفسها هنا نتكلم عن مجموعة يصدر من الفعل ويعود عليها إذن هي تعض ماذا؟ نفسها كما نقول المقصود أن هذه الحيوانات ستتبادل العض إذن السمارة وسيتعاضدون لزوهاي يعني الآذان يعني أنهم سيعضون أنفسهم من الأذن يعني أن هذه الأذن ستكون كنقطة ضعيفة بالنسبة للحيوانات ليعض بعضهم بعضا من خلال هد الأذن إذا ماذا قال نوح؟ يعني أنه سيكون إذن خيدون نقول عن شخص بأنه خيدون يعني أنه حذر إذن يعني أنه سيكون كما نقول من الحذر أنه سيكون ماذا سيكون؟ يعني أنه سيكون من الحذر كما نقول المسبق دلوغ أنلوغي لكي ننزع لهم دلوغ أنلوغي أنلوغي كالكشوز يعني أنك تنزعها وتزيحها إل سوغي دونك خيدون يعني أنه سيكون من الحذر دلوغ أنلوغي لكي ننزع لهم ماذا؟ لزوغاي لننزع لهم الأذان أفون دلفاغ أنتخي دون لارش يعني قبل أن نجعلهم يدخلون في السفينة أفون يعني قبل دلفاغ لجعلهم طبعا الحال فاغ يعني جعل فعل إلى آخره أو عمل إذن أفون دلفاغ يعني قبل جعلهم جعلهم ماذا؟ أنتخي دون لارش قبل جعلهم يدخلون طبعا الحال أنتخي يعني دخل ولكن علينا أن نكمل المعنى إذن أفون دلفاغ أنتخي دون لارش قبل جعلهم يدخلون في السفينة أوليلوغ روندرا على صورتي نعيدها لهم عند الخروج يعني عند خروجهم من السفينة
بعد الفيضان طبعاً الحال، إذا سنعيد لهم هاد الأذان. أون لي لوغ، أون لي لوغ روندغا، على الحال تنتكلم على لوغ روندغا، يعني أعاد، أعاد شيئاً، أرجع شيئاً. أون لي لوغ روندغا، على الحال عندنا لوغ روندغا، كاين في الفيتور سامبل، يعني أننا نصرف في المستقبل. أون لي لوغ روندغا، على الحال عندنا لوغ روندغا، في الفيتور سامبل، يعني أننا نصرف في المستقبل البسيط. أون لي لوغ روندغا على السورتي، يعني أننا نعيدها لهم عند الخروج. إل في أنستالي أنفستيغ، إل في أنستالي أنفستيغ، يعني أنه ثبت أو أقام أو ركب. إذا نتكلم على الانستالاسيون، يعني التركيب أو إقامة شيء. إذا إل في أنستالي أنفستيغ، يعني أنه أقام ماذا؟ أقام غرفة خاصة. طبعا الحال كلمة فيستيغ في الأصل أن تعني غرفة الملابس، غرفة الملابس، إذا تسمى فيستيغ. إذا هنا طبعا الحال هي ليست غرفة الملابس، ولكن هي غرفة شبيهة بهذا الأمر. إذا إل في أنستالي أنفستيغ يتعلق بوضع الأذان بهذه الغرفة. أدونا لوغدغ أسون فيس، أدونا لوغدغ، وأعطى الأمر أسون فيس لإبنه. ديغونجي لي زوغاي، ديغونجي لي زوغاي، وأعطى الأمر لابنه ليجمع فيها ماذا؟ الأذان، جمع أذن. إذن أدونا لوغدغ أسون فيس ديغونجي لي زوغاي، وأعطى الأمر لابنه ليجمع فيها الأذان. ديغونجي عندنا هاد إيكغي تتعني فيها. إذن الأصل شناهو؟ أدونا لوغدغ أسون فيس ديغونجي لي زوغاي أسون فيستيغ، يعني أعطى الأمر لابنه لجمع الأذان في هذه الغرفة. إذن أدونا لوغدغ أسون فيس ديغونجي لي زوغاي أسون فيستيغ، ديغونجي لي زوغاي أسون فيستيغ، وأعطى الأمر لابنه لجمع الأذان في هذه الغرفة. لكي لا نعيد كلمات فيستيغ مرة ثانية مادام أننا ذكرناها، إذا سنقول ماذا؟ أدونا لوغدغ أسون فيس ديغونجي لي زوغاي. Au fur et à mesure que les bêtes se présentaient. Au fur et à mesure. طبعا الحال هذه عبارة تقال هكذا بالتوازي مع فعل آخر. إذن أعطى الأمر لابنه ليجمع الأذان كلما دخل الحيوانات تقريبا. إذن au fur et à mesure. إذن هذه العبارة تعني هذا الأمر، يعني بالتوازي مع دخول هذه الحيوانات أو بالتوازي مع حضور هاد الحيوانات لكي يتم شحنهم في السفينة. إل في أنستالي أنفستيغ أدونا لوغدغ سون فيس ديغونجي لي زوغاي أو فيغ أ ميزوغ كو لي بيت سو بخيزونتي. إذن أعطى الإذن لابنه ليجمع الأذان بالتوازي أو كلما حضر الحيوانات. أو فيغ أ ميزوغ، يعني كلما، لي بيت يعني الحيوانات، كو لي بيت سو بخيزونتي يعني يحضرون. إذن كلما حضر الحيوانات. لو بخومي في لو شامو، لو بخومي يعني الأول، في لو شامو، في لو شامو، في لو شامو، يعني أنه كان الجمل. طبعا الحال هدر عندنا هما لو فيغ إتر كاين في لو باسي سامبل. أما في الأولى اللي شفنا إل في أنستالي، هاد في هذا لو فيغ فيغ، هذا لو فيغ فيغ في لو باسي سامبل. إذا لو فيغ فيغ أو باسي سامبل نقول إل في بإي، أما لو فيغ إتر أو باسي سامبل نقول في. إل في كان كما نقول لو بخومي في لو شامو، يعني الاول كان الجمل. اذا هذا على فيغ اتر، يعني كما نقول فعل كان. لو بخومي في لو شامو، الاول كان الجمل، بويغا لو شوفال، ثم جاء الحصان. طبعا الحال عندنا لو فيغ فونيغ في لو باسي سامبل. بوي لا فاش، ثم البقره، بوي لو شيان، ثم الكلب، بوي لو موطون، ثم الخروف، بوي لو كوشون، ثم الخنزير، لو شيان القط، لو ليفون الفيل، لو لاب الأرنب، الفلعن، وفي الأخير الحمار. إي توس والكل، كوم نو لافي كوموندي، كوم نو لافي كوموندي، كما نوح أمارة، كوم نو لافي كوموندي، كما نوح أمارة. إذا الكل كما نوح أمارة. أوتيغ لو زوغاي، يعني أنهم أزاحوا أذانهم. Et tous reçurent. Et le coup te va salop. T'as pas le droit de recevoir au passé simple.
et tous reçurent. Le kul tawassalu. Dans le cas, on a le verbe recevoir au passé simple. Et là, je t'ai dit le passé simple, il y a un زمن هذا تدل على اللحظه السريعه يعني اننا نتصرف واحد الفعل في الباسي سامبل فاحنا تندل على ان هذا الفعل توقع في الماضي وبانه كان سريعا ثم عنده واحد الدور اخر هو انه تيجي في القصه يعني بلا ما تكون هذه المساله ديال السرعه ديال الفعل فالباسي سامبل طبعا الحال تستعمل في القصه اذا كما قلنا توس كوم ولا ريكوموندي والكل مقصود كل الحيوانات كما نوح أمر إذا كل الحيوانات طبعا الحال التزمت بهذا الأمر كما نوح أمر et tous comme nous l'avait commandé au père leurs oreilles et tous reçurent un numéro إذا هنا كل الحيوانات نزعت أذنها المقصود أن نزعت أذنيها وكلها تلقت أرقاما مقابل هذا الوضع والكل تلقت أرقاما حتى لا تضيع الأذنان إذن كما أمر نوح إذن كما أمر نوح إتوس والكل كم ولا بكوماندي كما نوح أمر أطير لوزغاي نزعوا أذنيهم إتوس عصير وكلهم توصلوا والحيوانات كلها توصلت توصلت ماذا؟ أن نيميرو دو فاستيير وكل الحيوانات توصلت برقم للأذنان التي وضعت في الغرفة أتاشي أن كوردون إذا طبعا الحال هاد الرقم هذا أتاشي يعني أنا مربوط أن كوردون يعني أنا مربوط في حبلين كيل باسير الذي يمررونه أوتور ديكو حول الرقبة أو حول العنق إذا هذا الرقم أتاشي أن كوردون إذا هذا الرقم مربوط في حبلين كيل باسير أوتور ديكو إذا هاد الرقم هذا مربوط بحبلين يمرر حول الرقبة أو حول العنق grâce à ces précautions إذن بفضل هاد الاحتياطات التي اتخذها نوح لا بي رنا يعني أن السلام عما لا بي رنا السلام عما سلا غير غني لا بي رنا دون لارش بوندون 40 جور كو ديرا لو بليغ إذن بفضل هاد الاحتياطات التي أخذها نوح لا بي رنا دون لارش إذن السلم عما في السفينة إذن كما نقول عما السفينة pendant 40 jours pendant 40 jours pendant يعني أثناء 40 jours 40 يوما que dira le déluge الذي استمر على الحال تنتكلم هنا على الغرب دوغي ومن هنا دوغي لا دوغي يعني المدة الزمنية إذن دوغي يعني استمر أو امتد وقتيا كما نقول إذن هنا que dira الذي سيستمر الذي كما نقول سيؤقت لو ديليغ يعني الطوفان للفيضان إذن هاد 40 يوما هي التي استمرها لو ديليغ يعني الطوفان إذن غراس أسي بريكوسيون إذن بفضل هاد الاحتياطات التي أخذها نوح من آخر لا بيغينا دون لارش السي المعمى في السفينة طبعا الحال في سفينة نوح بوندون 40 جور لمدة 40 يوما كو ديرا لو ديليغ الذي استمر لو ديليغ يعني الفيضان مادام اننا نتكلم على ديغي اللي هي المده الزمنيه اذا لو فيرب ديغي المقصود به امتد زمنيا اذا هنا نتكلم عن 40 جور 40 يوما كو ديرا لو ديليغ الذي امتدها زمنيا ماذا لو ديليغ التي امتدها زمنيا لو ديليغ يعني الفيضان التي امتد زمنيا الفيضان كما نقول إذن لو 41 يوم جور إذن في 41 يوما نودي أوزانيمو نوح قال للحيوانات فوالا لو بوطون غوفوني ها هو الوقت الجميل عاد لافار غوفونيغ يعني رجع لافار غوفونيغ يعني رجع أو عاد إذن ماذا قال نوح فوالا لو بوطون غوفوني ها هو الوقت الجميل عاد يعني أنه لم يبقى هناك مطر ولم يبقى هناك فيضانات جو في فوغوند فوزوغاي يعني أنا سأعيد لكم أذنيكم فو بوغي غوتوني سيفو ويمكنكم أن تعودوا عندكم المقصود ويمكنكم أن تعودوا إلى منازلكم كما نقول
اذا لو 40 ايام جور نو دي زانيمو اذا في اليوم 41 نوح قال للحيوانات فوالا لو بوطون روفوني ها هو الوقت الجميل عاد جو في روندر فوز اوغاي ساعيد لكم ادنيكم اي فو بوغي على الحال عندنا لافير بوفوار هنا اي فو بوغي روتورني شيفو ويمكنكم وتستطيعون روتورني يعني ان تعودوا شيفو عندكم المقصود لمنازلكم او لاماكنكم الوغ لين ابخي لوطخ اذا الوغ اذا لين ابخي لوطخ الواحد تلو الاخر توت لابات كل حيوانات باسيغ او فيستيغ كل حيوانات يمرون في الغرفة طبعا الحال الفيستيغ كما قلنا في البداية يعني غرفة الملابس ولكن هنا تأتي كما نقول مستودع إذن كل حيوانات تمر في المستودع كل حيوانات مرت بالمستودع أهل غسور لغزغاي en échange de leur numéro. Alors, إذن, l'un après l'autre, الواحد تلو الآخر, هناك ما نقول الواحدة تلو الأخرى. علاش؟ لأننا نتكلم عن لابات. طبعا الحال بات فالمفرد نقول لابات. تأتي كلمة مؤنثة. إذن هنا نقول l'un après l'autre. كما نقول الواحدة تلو الأخرى. توت لابات. باسيغ وفيسيغ. إن كل حيوانات مروا بالمستودع أيرسيغ وهم توصلوا أيرسيغ لغزغاي وهم توصلوا أدنيهم إذا المقصود وهم توصلوا بأدنيهم أيرسيغ لغزغاي وهم توصلوا أدنيهم en échange de leur numéro en échange de leur numéro مقابل رقمهم مقابل رقمهم المقصود مقابل الرقم الذي يمثل هد الأدنيين Le chameau arriva l'avant-dernier. Al-jamal wasala ma qabla l'akhir. Là, on a dit que le chameau arriva le dernier. Yani, anna al-jamal wasala l'akhir. On a indana avant. Avant et qabla. Le chameau arriva l'avant-dernier. Yani, anna al-jamal wasala qabla l'akhir. Il ne restait plus. Il ne restait plus. Yani, anna lam yatabaqa. Il ne restait plus. Yani, anna lam yatabaqa. Que de peur. كدبا دوغاي يعني أنا لم يتبقى إلا زوجين طبعا الحال كلمة بيغ تتعني زوجين نقول مثلا بيغ دو شاسيغ نقول مثلا بيغ دو شاسيغ يعني زوج أحذية إذن إل نو غاستي بلي كدبا دوغاي لم يتبقى إلا زوج أذنين المقصود أن بقيت أربعة أذان كما نقول إذن إل نو غاست بلي كدبا دوغاي لي سيان لي سيان التي له مقصودنا سيزوغاي سيزوغاي اذا باش ما نعاودوش هاد الكلمات سيزوغاي اذا قلنا لي سيان طبعا الحال بالدارجه نقول ديولو لي سيان يعني ديولو اكثر من هذا بحال تنقولوا ديولاتو طبعا الحال ديولو تنقولوا لي سيان لي سيان تنحيدو هاد ان او تنحيدو ان او اذا نقول لي سيان يعني ديولو لي سيان يعني ديولاتو تري غروند très grande يعني كبيرات مادام ان الجمال كبير في الحجم ديالو اذا بطبيعه الحال من المفروض كما نقول او من المنطقي كما تحكي القصه هنا يعني ان كانت له اذنان كبيرتان اذا بطبيعه الحال عندما اتى الجمال ما قبل الاخير بعدما مرت الحيوانات كلها واخذت اذنها فلم يتبقى امامه الا زوجي اذنين التي له المقصود اذنيه التي تعود له اذا لسيان تري غروند يعني التي له كبيرات كبيرتان كما نقول السال دولان والتي للحمار السال دولان وزوج اذني الحمار توت بتيت يعني انها صغيره جدا مادام ان الحمار صغير اذا فهو يستحق حسب القصه اذنان صغيرتان طبعا الحال بقيت هناك اذنان كبيرتان وأذنان صغيرتان الأذنان كبيرتان هي للجمال يعني أن كانت للجمال يعني قبل أن ينزعها كباقي الحيوانات وبقيت أيضا التي للحمار السال دولان توت بتيت يعني أنها صغيرة جدا توت يعني كل صغيرة توت قبل الحال هي كل ولكن المقصود بها هنا تخي بتيت يعني أنها
جد صغيرة تتعني هنا تخي، هتوت تتعني تخي هنا، تخي بليتيت كما نقول. مي افون كو لو بون شامو يمون تخي سون نيميرو، ولكن قبل ان يظهر الجمال رقمه، مي افون كو لو بون شامو يمون تخي سون نيميرو، يعني قبل ان يستطيع كما نقول هنا، ولكن قبل ان يستطيع الجمل كما نقول هنا ان يظهر رقمه بي، في الحال الدرب بوفوار. اذا مي افون كو لو بون شامو كي مونتري سون نيميرو، مي افون كو لو بون شامو كي مونتري سون نيميرو، ولكن قبل ان يستطيع الجمل يظهر رقمه، لا لي باس اونتر لي جون اسوني ابريي، الحمار مر له، لي باس كما نقول مر له اونتر لي جون، يعني مرة من بين رجليه، السومي أبغي، ثم بدأ في الصراخ، بغي يعني صراخة. على الحال هناك فيها الآخر اللي هو بغاغ، لو فارب بغاغ يعني نهق، المقصود صراخ الحمار. إذا هنا عندنا بغي، يعني أنك تصرخ بقوة. إذا لون لي باسا أونتخ لي جون، السومي أبغي. على الحال عندنا سوماتر، سومي. عندنا الفيرب ماتر يعني وضع، سوماتر يعني كما نقول وضع نفسه، ولكن هنا ما عندناش سوماتر وحده، ولكن هنا ليس عندنا سوماتر وحده، بل عندنا سوماتر ا، سوماتر ا، وتابع فعل الانفينيتيف، تابع فعل ما مصرفش. إذن المقصود بسوماتر ا يعني بدأ في أو أخذ في. إذن هنا عندنا سوماتر أبغي يعني بدأ في الصراخ أو أخذ في الصراخ. إذا هذا الحمار الذي مر للجمال من بين رجليه بدأ بالصراخ. ماذا بدأ يقول؟ سينوي سينوي السيد نوح، السيد نوح دوني مامي زوغاي، دوني مامي زوغاي، دوني مامي زوغاي، أعطيني أذنية، سي سات غروند بيرلا، سي سات غروند بيرلا، إنها الزوجين الكبيرين هذه، جو سوي تخي بخيسي، جو سوي تخي بخيسي، يعني أنا مضطر، أنا مضغوط أو أنا في عجلة، يعني كما نقول بالدارجة أنا مزروب. إذن أعطيني هاد الزوجين من الأذنين الكبيرتين فأنا على عجلة، فأنا مضغوط بالوقت، يعني أنا ليس لدي وقت. إذن لو بارنوي أتا سي فاتيغي، لو بارنوي أتا سي فاتيغي. طبعا الحال هاد السيلي عندنا هنا أيضا تعني تخي، يعني تعني جدا. لو بارنوي أتا سي فاتيغي، المقصود بها لو بارنوي اتا تخي فاتيغي، يعني ان الاب نوح كان جد متعب، كيل نو في با اتونسيون، بحيث انه لم يفعل انتباه، المقصود انه لم ينتبه. اذا سي فاتيغي كيل نو في با اتونسيون، يعني انه كان متعب بحيث انه لم يستطع الانتباه او فو نيميرو، او فو نيميرو للرقم الخاطئ، كولو ميلان سورنوا، الذي وضع له ثانية بطبيعة الحال الحمار سورنوا، يعني المستتير كما نقول المتخفي او الماكر او ايضا المنافق. هذه الكلمه نحيت هذا المعنى الذي عندنا هنا، يعني انها متقاربه. طبعا الحال الحمار هو متخفي في هذا الامر، وهو ايضا ماكر. طبعا الحال الانسان الذي يمكر هو يمكر في تخفي. لان سورنوا، طبعا الحال بالنسبه للمذكر نقول سورنوا، بالنسبه للمؤنث نقول سورنواز، سورنواز. اذا عندنا هنا كل يغني، طبعا الحال عندنا لو فيرب غوماتخ، غوماتخ تنعرفوا بان الفعل تنزيد لا دغوا باش تدل على ان هذا الفعل سيعاد للمره الثانيه. اذا عاده نضيف دغوا امام الفعل لما يدل على ان هذا الفعل سيعاد للمره الثانيه. اذا هنا عندنا كما نقول اعاد له، كولي غوني لان سورنوا، الذي اعاد له الحمار الماكر. اذا هنا نتكلم عن الرقم الخاطئ الذي وضع له ثانية الحمار الماكر. إذا لو بارنوي أتا سي فاتيغي كيل نو في با أتونسيون أو فو نيميرو كو لو غوني لان سورنوا، تي نو كاس لا تيت. إذا ماذا قال نوح؟ تي نو كاس لا تيت، أنت كسرت لي رأسي، تي نو كاس لا تيت، أنت كسرت لي رأسي. طبعا الحال بهذا الصراخ، تيان خذ سلافاغ تونيغ، سلافاغ تونيغ يعني هو فعل أخذ، تيان يعني خذ، فوطون بيان، تي نو كاس لا تيت، تي مو كاس لا تيت، كاس يعني كسرة، تي مو كاس لا تيت يعني كما نقول أنت كسرت لي رأسي، تيان خذ فوالا طون بيان، ها هي كما نقول أشياءك، هنا عندنا فوالا طون بيان،
إذا طبعا الحال هنا عندنا كلمة مفردة فوالا طون بيان، كما لو نقول بشكل مقرب ها هو شيئك أو غرضك، إذا فوالا طون بيان. إذا تي مو كاس لا تيت تيان فوالا طون بيان تي كوم، يعني ها هو شيئك ارحل 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 من عندي. أنا ودونا لا سوبيرب زوراي دو شامو ألان، إذا ونوح أعطى الأذنان جميلتان اللتان تعودان للجمال أعطاهما للحمار. أنا ودونا لا سوبيرب زوراي دو شامو ألان كي سونفوي كي سونفوي الذي فر. أنا ودونا لا سوبيرب زوراي دو شامو ألان كي سونفوي. ونوح أعطى أذني الجمال الجميلتين ألان للحمار الذي فر. Quand le chameau aurait enfin ses babines, quand le chameau ouvrit enfin ses babines, عندما الجمل فتح في النهاية شفتيه. بهذا الحال كلمة بابين تعني بها شفتين ديال الحيوانات. إذا quand le chameau aurait enfin ses babines، إذا في النهاية عندما فتح الجمل شفتيه، pour réclamer لكي يطلب son dû، son dû يعني ما يتوجب له. إذا نقول مثلا ce qui est dû à quelqu'un يعني ما يتوجب لشخص. ce qui est dû à quelqu'un ما يتوجب لشخص يعني ما على الناس في اتجاه هذا الشخص. ce qui est dû يعني ما يتوجب à quelqu'un لشخص. إذن هنا كما نتكلم عن طلب حقه و réclamer son dû يعني كما نقول لكي يطلب حقه. il n'y avait plus dans le vestiaire كل زوغاي دولان، إذا لم يتبقى في المستودع إلا أذني الحمار، لأن أذني الجمال أخذهما الحمار. دونتيل دو سكونتونتي، دونتيل دو، كما لا نقول دونتيل دو، كما لا نقول دونتيل دو. إذا عندنا لوفوار دوفوار، دونتيل دو، إذا عندنا لوفوار دوفوار، يعني توجب. إذا كما نقول الذي عليه أو الذي توجب عليه. دونت إل دو سكونتونتي، الذي عليه أن يفرح بهما. سكونتونتي كونتونتي يعني فرح بشيء، الذي عليه أن يرضى بها وأن يفرح بها كما نقول. طبعا الحال الجمال كان ممكن بأن لا يبقى له أذن، إذا مادام أنه وجد الأذن الصغيرتين المتبقيتين والذي عليه أن يفرح بهما وأن يرضى بهما. إذا هنا كما نقول ما كان على الجمال إلا أن يرضى بهد الأذنان المتبقيتان. Il n'y avait plus dans le vestiaire que les oreilles de l'âne، لم يتبقى في المستودع إلى أذني الحمار. dont il dut se contenter، الذي عليه أن يفرح بهما وأن يرضى بهما. Et voilà pour quel chameau، et voilà، وهكذا. كي ان بيت دو غون تاي، الذي هو حيوان بحجم كبير، ا دي زوراي سي كورت، عنده اذنان قصيرتان. طوندي كولان، في حين ان الحمار كي بوكو بليبتي، الذي هو بشكل كثير صغير جدا، اون دو سي لونغ، عنده منها طويلتان جدا. المقصود عنده من هاد الاذنان، عنده اذنان طويلتان. Tandis que l'âne, qui est beaucoup plus petit, en a de si longues. Indaumina, taouilatin jidden. Al-maqsoud indaumina b'udunan, udunan taouilatin jidden. Al-aqs l'jamal, al-yadi wadu hajmin kabir, lakin la udunan sa'iratin. Idan hadil qissal muta'alliqa ba, pourquoi l'âne a de longues oreilles? Limada l'himar indaw udunan taouilatin. إذن محاولة من الكاتب طبعا الحال في قصة خيالية ليفسر لنا لماذا الحمار عنده أذنان طويلتان في حين أن الجمل له أذنان قصيرتان. لكن وإن كانت القصة خيالية كما يظهر فإنها تذكر شخصية واقعية اللي هي شخصية سيدنا نوح عليه السلام. إذن طبعا الحال هنا يأتي التحفظ، خاصة وأننا نتحدث عن نبي مرسل من أولي العزم. وأكيد أن هاد القصص عند الأطفال الصغار ممكن أن تؤخذ على محمل الجد. هاد القصص كانت تحكى بالجد وكانت تؤخذ كما لو أنها لا علاقة بالدين. إذن على كل حال القصة هنا عندنا بطبيعة الحال هي فقط قصة خيالية. اسم سيدنا نوح في الحقيقة فقط
أقحم فيها. هناك مشكل آخر يتعلق بمسألة الخلق، إذا وكأن الأمر فيه خطأ، وكأن الحيوانات أخذت آذانا خاطئة، والخطأ يعود لمن؟ يعود لسيدنا نوح. إذا هنا طبعا هل يأتي التحفظ؟ إذا فحتى لو أردنا لنفترض هذا في نظري، حتى لو أردنا أن نعطي للحمار أذنان صغيرتين فربما أنه سينقص من جماله، وحتى لو أردنا أن نعطي للجمال أذنان طويلتين فربما أنه سيعطيه منظرا بشعا. إذا هذه الحيوانات هي خلقت هكذا، إذا أكيد أن للحمار أذنان طويلتين لغاية معينة، وأكيد أن للجمال أذنان قصيرتين لغاية معينة. إذن اسم سيدنا نوح هنا أقحم فقط من أجل خلق قصة مسلية. وفي النهاية قصة سيدنا نوح الحقيقية كما يروي القرآن الكريم وكما ترويها المصادر التاريخية هي قصة جميلة وشيقة وتستحق طبعا الحال المعرفة بما فيها من العبرة. إذن على كل حال قصتنا هي هكذا، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.